السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الحاج عبدالله شتاوي محسن الشوبكي الكائن في مخيم الحصن. اليوم هو الثلاثاء الموافق 29/8/2006، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عن فلسطين في الذاكرة palestinerevamber.com. يجري هذه المقابلة ركان محمود. حج، أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف إلى تكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي القرية قبل النكبة، والقسم الثاني يهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية أو المنطقة خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة العظيم وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. اسمح لنا أن نباشر بأسئلة القسم الأول. نعم. اسمك الكامل حج؟ عبدالله شتاوي محسن الشباكي. نعم. مكان ميلادك؟ جليل. 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 وتاريخ الميلاد؟ جليل. تاريخ الميلاد قديش؟ 1900 وقديش؟ 32. 32. نعم. طيب اسم والدك الكامل؟ شتاوي محسن محمد شوبكي. والدتك يا حج؟ والدتك تتذكر شو اسمها؟ اسمها مريم. اسم جدي بعرفوش. طيب. ابو هوية من الشوبكي. ابو هوية من الشوبكي. ايوه. هذا ثلاثي. طيب يا حمد، توافق على اجراء هذه المقابلة بارادتك الكاملة وتسعفنا معلوماتك او بما تجود عليك الذاكرة؟ نعم. طيب اسم قريتك يا حج او اسم منطقتك؟ جليل. جليل ولا عرب الشوابكة؟ جليل وعرب الشواب. ما هي هذه مضمومة لجليل. مضمومة لجليل. يعني هي مرتبطة في جليل. نعم. اسمها عرب الشوابكة؟ عرب الشوابكة. احنا حمولتنا عرب الشوابكة. نعم. الحمولة عرب الشوابكة ساكنين بمنطقة جليل. نعم. جليل. زي ما تقول مخيم الحصن. نعم. منطقة الحصن. نعم. مخيم. نعم. طيب ليش سموها جليل هم؟ قرية. ليش سموها جليل يعني؟ في لها في لا معنى؟ بعرف. هاي إيش ما عرفوش. نعم. طيب إلى أي مدينة بتتبع هي جليل؟ يافا. يافا. نعم. تتذكر بأي اتجاه يافا عنكم؟ الجبل. الجبل. جنوب يعني. طب تتذكر المسافة بينكم وبين جنين؟ بينك وبين يافا؟ جليل؟ بيننا وبين يافا؟ نعم. يعني معدل ساعة ونص. ساعة ونص. نعم. شو المقصود بساعة ونص؟ مشي ولا؟ مشي. على الأقدام؟ على الأقدام. نعم. لأن بقينا نبدل خضرتنا. نعم. على الجبال على يافا. نعم. كانت تاخذ معكم ساعة ونص؟ يعني مقدر، هو ساعات ما في أول. نعم. اللي على الخيال. يعني تجي لها مثلا 20 كيلو 30 كيلو ولا أكثر؟ والله هي كلوات هذه ما بنعرفها وما نقدرهاش يعني. طيب يا حاج، تتذكر منطقتكم اللي أنتم كنتوا ساكنين فيها شو كانت؟ سهل، وادي، شط؟ سهل كله. سهل؟ سهل. لأن منطقة زي منطقة الحصن المخيم هذا. نعم. وديان ما فيها، جبال ما فيها. سهل أحمر. ها. وكنتوا تسكنوا في هذا السهل صيف شتاء يا حج؟ صيف شتاء. أنتوا كنتوا عربان؟ عربان. بيوت يعني شعر. بيوت شعر. بيوت شعر. طيب وكنتوا يعني منطقتكم اللي تتحركوا فيها محدودة يعني بين جليل حول جليل؟ منتحرك اسم نطرحنا. بيوتكم دائما ثابتة؟ دائما ثابتة. نعم. لما يجي الصيف بحلوا بيوت الشعر. بصفطوها. نعم. بسووا خرابيش. طيب يا حاج، وديان قلت لي ما في القرى المحيطة في منطقتك وشو بالضبط؟ شو يعني حدكم من الغرب؟ من الغرب ما فيش إلا جليل، ومنه وقبله الشيخ أم النس. الشيخ أم النس. منكم شمال؟ منه وشمال فيش إلا هرسيليا. هرسيليا؟ آه. لا وين ديش هاي كبانية هرسيليا؟ آه كبانية. لا شو القرية اللي منكم وشمال؟ منه وشمال فيش.
فمنكم شرق يا حاج؟ من الشرق اللي عرب العجم. عرب ابو كشك. طيب يا حاج، الشيخ مونس قلنا قبلة. شيخ مونس منه قبلة. وانتو يعني اذا بنعتبر انه انتو من جليل بكون البحر غربكم. كمان منه غرب. من نعم. العجة وغرب. طيب. يعني شمالكم الحرم وسيدنا علي شمالكم؟ بعيد. قديش يعني بعيد؟ بينه وبين يهود. بينكم وبين يهود؟ عمارات يهود. طيب. بينه وبينه. تبصر. تبصر عرباش. طيب يا عمي. كبانيات كان في حواليك كبانيات؟ ايش اللي رمات شلون؟ رمات شلون؟ وغسيلي. هسيلي رمات شلون اسمها؟ هذه رمات شلون وين جاي عنكم؟ هذه من شرق. رمات شلون؟ رمات شلون. شلون ولا شلون؟ واحدة منها على هو اللفظ يعني. رمات شلون؟ هسيلي فيزي منها وشمال، منها وشمال. كمان منها وشمال؟ منها وشمال. هذه شمالكم وهذه شمالكم. هرسيلي. هذه هرسيلي رمات شلون منها ومشرق. مشرق. منه ومشرق. نعم. هرسيلي بتيجي منه وشمال. في شارع بيجي بيطلع سيدنا علي. طيب معلش، هرسيلي جاي بينك وبين عرب ابو كشك يعني؟ هرسيلي؟ ولا شرق عرب ابو كشك كمان؟ لا بعيد، ما لهاش مصلحة في عرب ابو كشك. أما رمات شلون، بعد رمات شلون بيجي سيدنا علي. لا بيجي عرب ابو كشك. عرب ابو كشك. هذه رمات شلون لها شرق وجاي. منه شرق. وهرسيليا؟ هرسيليا منه شمال. بينك وبينهم مين؟ فيش الا رمات شلون. طيب وهرسيليا هاي؟ بعد هرسيليا بيجي سيدنا علي؟ منه مغرب سيدنا علي. منه مغرب؟ منه مغرب على شط البحر. نعم. طيب كان في بينك وبينهم علاقات هذول الجماعة؟ لا. أبدا؟ أبدا. لا علاقات اجتماعية، لا في بينك وبينهم زراعة. لا حد يشتغل عندهم؟ لا ابدا. ما اشتغلناش عندهم يعني، احنا بجيب لك عن حالنا. نعم. ما اشتغلناش، الاخرين بدريش عنهم. طيب ما كانش يجي يشتغل عندكم زراعه، شيء محاصيل زراعيه؟ لا، تحصيل زراعي ما في. هم ما كانوا يشتغلوا عندكم مثلا قمح، شعير؟ لا. ولا انتم كنتوا تشتغلوا عندهم؟ كلياته احنا، كل غلتنا قمحنا وشعيرنا بظل الحلال لأن. نعم. القمحات بناكلهن، الشعيرات بنطعمهن للحلال بس يعني. بس. طيب كل واحد بيمشي على هوا مقدوره. طيب كنت تعرف حدا من اهالي هذه السكان هذه المستعمرات؟ لا. ولا اسم المختار؟ ولا بقى ناس نتعانى بيهم يعني، بعيدين عنا حوالي، بيجي بعد من هنا واقرب يعني بعد ما هم شركة الزفت حوالي بدي 3 كيلو 4 كيلو. نعم. بقينا ملتهين بحلالاتنا. طيب ابو شوشة او الشيخ مونس يعني قديش المسافة بينك وبينهم؟ يعني بحدود 3/4 ساعة. 3/4 ساعة. وعرب ابو كشك؟ عربه إيه. كشك قديش بعيد عنكم؟ يعني بدها 3/4 ساعة أو 3/4 ساعة. 3/4 ساعة. طيب كونكم بدو يعني، أو خلينا نقول عربان وبيوت شعر، ما كان عندكم الشوارع مزفتة؟ سهل كولياتها زي السهل الشرقي، شوارع ما في، طرق ما في. لا طرق معبدة ولا طرق ترابية؟ ولا طرق ترابية، إذا من مصلحتك تعمل لك طريق تظلك رايح جاي عليها. بس. بس. طيب لما كنت تروح على يافا بالباص أو بالسيارة، عمرك رحت بالباص أو بالسيارة؟ لا. ما تتذكر؟ لا. بقينا نروح على الجمال. على الجمال. ما كان في باصات أو في باصات وفي كل شيء، بس انه هذول العرب الرحال عندهم الطريقه الوحيده الجمال، يحملوا عليها ويسحبوا يودع السوق عليها.
يحملوا هناك ويباتوا بالصبح يرجعوا. طيب وين اخر طريق معبد عندكم يا عم ابو؟ فيش طريق محبد. طريق يافا حيفا مثلا ما بعيد عنكم؟ هذا كان هو لليهود. نعم. طريق محبده زي شارع حمان. طيب هذا بعيد عنكم عن القريه؟ عن منطقتكم اسف؟ يعني ابو ثلث ساعه. ثلث ساعه؟ ما كان حدا منكم يعني مثلا يروح على هذا الطريق يستخدم الباص اللي مارق من هناك؟ بقوا اللي بده يروح على يافا على تل ابيب، من تل ابيب على يافا. نعم. بقوا يركبوا في الباصات ويروحوا. تتذكر لمين هذا الباص اللي كان يمر من هناك؟ لا. ولا اسم الشركة؟ ولا اسم الشركة. اهل القرية ما كان عندهم يعني عندهم. اغلب الشركات اللي بقت في المناطق هناك هي شركة ايجد. ايجد؟ كان الباص هذا بيمر من هناك وبيطلع من شركة ايجد. انت عمرك ما طلعت في الباص؟ لا. طيب يا عمي انتو عرب ابو شواكي يعني عائلة واحدة فقط في هذه المنطقة؟ يعني حمايل حمايل هاي. شو الحمايل الموجودة يا عمي؟ يعني مثل ما تقول عرب الشواكي. نعم. يعني دار ابو محسن، احنا عائلتنا دار ابو محسن. دار ابو محسن، نعم. مين وجهك ودار ابو محسن كان؟ عمي. شو اسمه؟ محمد محسن الشباكي. نعم، غير دار ابو محسن مين كان فيه كمان؟ عمامي. لا ماشي، غير دار ابو محسن. هذه عائلة ابو محسن. العائلات الأخرى شو أساميهم؟ والله كدار الحمود. الحمود؟ مين وجههم الحمود؟ والله هذا شيء ما عرفوش لأنه بقوا بعد عنا وإحنا بقينا صغار. طيب غير الحمود يا عمي؟ بس حمولتين؟ ابو محسن والحمود. طب تتذكر كم كان عدد سكان المنطقة؟ اي منطقة؟ منطقتكم انتم؟ افضل يعني احنا كلياتنا وست اخوان ساكنين مع بعضهم. نعم. والله حوالي بيجي كمان ستة سبعة ساكنين مع بعضهم، كل واحد عنده ارضية ساكن بيهم. تجوا لكم 100 واحد انتم اقل؟ ها؟ تجوا 100 واحد؟ لا. اقل من اقل من 50 كمان. في الايام هذيك اقل من 50. طيب هذول كل عرب شوابكي هذاك؟ هذا عرب شوابكي اللي هناك. في عرب شوابكي ثانيين بعديه هرسيليا عند رنانية. والله كمان ابعاد عنا. هذول اقاربكم هم؟ لازم هذول. اقاربكم لازم؟ طيب يا حاج. مثل ما تفضلت لك، كل واحد عنده ارضيات. يعني بعد النعيمه بعد جرس ساكن بيهم. ما اجتمعوا مثل الصقور مع بعضهم. الصقور بقى عندهم حلال. نعم. بقوا يصرحوا ويمرحوا على الطريقه هاي. احنا كل واحد عنده ارضيات ناس في بيوت الشعبيه ومقيد. نعم. طيب كان في دواوين لكم ولا؟ نعم. دواوين او مضادات ما في؟ بيوت الشعر منها مبيت ومنها؟ لا ما في دوان الحموله. وين جاي؟ بالبيت. بالبيت؟ ما هو البيت بكون من شقتين ومن ثلاثه ومن اربعه. نعم. يعني مثل الشقة هاي هذا معمول دوان. يعني دوان الحمولة وين كان؟ عند دار عمك؟ عند دار عمي. يعني بيسووا القهوة فيها وضيوف فيها وبرمضان فيها وكل شيء فيها. نعم. طيب يا عمي كان في مراح للغنم؟ كل واحد قدام حلال قدام بيته. قدام بيته. طيب كيف كانوا يتعلموا الاولاد في المدارس؟ والله التعليم خفيف. ما كانش في مدارس؟ لا. ما كانش حدا يروح على جليل يدرس؟ بعيدة. بعيدة المدرسة؟ يعني منه يمكن يوصل ياخذ الدرسين ثلاثة لما يوصل. نعم. ولا درسوا عند شيخ مثلا كان يجيكم؟ أظن الناس المبينين. نعم. يعني بقى يجيب الشيخ يقرب ولادك.
طيب لما كان يدرس بلدي يدفع له فلوس يا حاج؟ رئيسي ما عرفوش. لأنك ما درست ما بتعرف. لا. طيب وين كنت تصلي عمي؟ كان في مسجد في المنطقة؟ المساجد إلا في شيوخ منس وفي الزيل بس. أنتوا ما كان عندكم؟ لا. كيف كنتوا تأدوا الصلاة؟ وين كنتوا تأدوها؟ يأدوها في الشق. في البيت؟ اه. كان في حد بيأذن ولا كل واحد لحاله؟ كل واحد لحاله. يعرف كيف يصلي ويصلي. ايوه. كان في اولياء في المنطقة يعني مقامات لأولياء؟ اولياء ايش يعني؟ اولياء صالحين. سيدنا علي. سيدنا علي. سيدنا علي بعيد عنا هذا. نعم. بعيد بعيد عنا. مسافته بعيدة. طيب يا عمي. كان في عندكم ناس أصحاب طريقة؟ لا. طيب عمي بدي أسألك لما كان يمرض واحد من العرب أبو شوبكي. الشباكي. لما كان واحد يمرض وين كنت تعالجوه؟ هالسيليا. هالسيليا؟ هاي في بينكم وبينهم علاقة أكثر؟ لا عند اليهود. يعني احنا قلنا لك في علاقة بينك وبينهم بينك وبينهم حتى طلبنا. ما في علاقة إلا حد دكتور انك تمرض تودي عليه. تتذكر اسم الدكتور اللي كان عالج هناك؟ لا لا. عمرك شفت عليه أنت؟ لا. بس أي واحد عندكم يمرض؟ عنا وعند غيرنا كليات المنطقة هذيك اللي على هرسيليا. المستعمرة. هو يعني بقى الواحد هناك يروح على الدكتور لانه يهبط بالمر. نعم. بقى يسووا له مرمارية، يسووا له عصفور، يسووا له كمون، يسووا له ينسون. نعم. طيب كان في طب شعبي عندكم يعني؟ لا. تجبير فيه كان تجبير؟ لا. حدا كان يجبر عندكم؟ تجبير اللي فيش يعني بالصح. داية كان في داية؟ داية للنسوان؟ ها؟ لا. وين كان الداية النسوان العام؟ الداية بعضهم. نعم. طيب مطهر كان في مطهر؟ لا. من وين كان يجيكم مطهر؟ إلا على المدينة. على المدينة، أنتوا تودوهم يعني؟ طيب عم مين كنتوا تشربوا مي؟ من عند جيراننا. عندهم مواتير وعندهم بيارات وهذا. جيرانكم من وين؟ من قبل قليل يعني. العوجة ولا؟ لا قبل قليل. نعم. هذولا ما كان عندكم عيون؟ لا. ولا ابار جمع ولا؟ ولا ابار جمع، هذول جماعة. نعم. عندهم بيارات وعندهم بير. بقوا يسقوا بياراتهم والناس تشرب من عندهم سبيل. نعم. كان هم او حلالهم. مزارعهم؟ المزارع بيعطوك مي على حصه. بدل فيها فلوس؟ لا حصة الغلة. مش نعم. المصاري. نعم. يعني قديش غلتك جابت 100 ليرة؟ نعم. لهم ربع، لهم الثلث، لهم 10%، 15%. نعم. على ولا اتفاقية. طيب انتوا لما كنتوا تعبوا مي يا عمي للبيوت للشرب كيف كنتوا تعبوها؟ مجانا. مجانا بس كيف يعني النسوان يروح يشيلن من الزلام؟ بقى النسوان يروحن يجيبن او على بهيمه محطوطه قرب من هنا وقرب من هنا يملنا ويروحن. وين كنتوا تخزنوا مي يا عمي؟ في عندكم خزانات؟ لا. شو كان عندكم براميل مثلا؟ ولا براميل ولا شيء. جرار؟ الا قلنات. لتبعات الجيش هذول. نعم. بس. طيب. ابار جمع قلت لي ما في. لا. يعني ما حاولت تحفروا ابار مثلا؟ احنا ابار ما نبحر لانها الميه موجوده. نعم. صيف شتاء. طيب برك كنتوا عاملين برك يا عمي؟ لا. ما كنت. طيب يا عمي انتوا كيف كنتوا تضووا على حالكم؟ ضويات. شو الضويات؟
لو مثل هيك يعني حطوا له فتيلة أو بحطوا له شريطة أو سراج يعني؟ آه سراج. على الزيت ولا على الكاس؟ على الكاس. لمبة نمرة 4 أو نمرة 2 استخدمتوها يا عمي؟ والله هذه مش كل الناس. طيب وقناديل الهواء؟ لا ما استخدمتوهاش؟ ولا لك الشمبر؟ ولا شمبر، شمبر استعملناها أنا. طيب الكاس منين كنتوا تشتروه يا عمي؟ من عند اليهود. عند اليهود؟ عند هالسيريا ولا من عند رمات شلون؟ رمات شلون؟ طيب دكاكين كان في عندكم؟ لا. منين كنتوا تشتروا بضاعتكم؟ اغراضكم مثلا سكركم ورزكم؟ والله السكر بقى يجيبوها كمية من يافا. نعم. طحينة محاذي هبة هذي بقت تيجي من هناك. وبقوش الناس يعملوا سكر أول شاي مثل اليوم. نعم. بقوا عايشين على سبحانية. إلا على القهوة السادة للشك. من المضارة. طيب يعني استقبالات كنت تشتروا عندهم شيء غير الكاز؟ يعني موادكم الأساسية مثلا؟ كل شيء عندنا بقى موجود، الخضرة كلياتها موجودة. نعم. طيب عمي كان عندكم راديو في ال... لا ما كان. ما كان. ملحمة ملحمة ما كانت؟ لا. كل واحد يلحم لحاله. مش تنحيهم يعني، بقى عندهم دجاج اللي بده هذيك اللي ياكلوا يذبحوا لهم دجاجه او شرطين ويصيروا برضه. نعم. طيب كيف كنتوا شعركم يا عمي؟ كان في حلاق؟ لا. ها كيف؟ بقول ختيارية يحلقوا لهم على شفره. هم يحلقوا لبعض؟ اه. ما كان يجيكم حلاق مثلا؟ لا. شايل صندوق؟ لا 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 لا. طيب لما كنت تخرج يا حاج عليش كنت تخرجوا؟ عصاج. عصاج. شو كان وقود الصاج؟ حطب. حطب؟ حطب موجود. روث البقر كان يكون وقود؟ نعم. روث البقر الزبلة؟ اه. كنت تحطوها وقود للصاج؟ كمان ماشي حاله. ولا قش وما قش؟ كله ماشي حاله. كله ماشي حاله. طيب انتوا لما كنتوا تخبزوا تخرجوا من الطحين اللي انتاجكم ولا تشتروا مشترى؟ في من انتاجنا وفي من اللي بيجيبوا من يافا. نعم. تشتروا طحين من يافا كنتوا؟ اه. مش طحين، هذا بيجي هبه. نعم. طيب يا عمي صار في سنه من سنين مثلا محل او شيء وخلطتوا بين القمح والطحين الذره؟ مثلا ما طحناش. طيب الصحيين الطريقة هاي في عندكم عادة كانت انكم تخلطوا بين الذرة وال لا كله قمح؟ اه كله قمح بلدي. نعم. طيب وين كنت تخيطوا ملابسكم يا عمي يا طلال؟ مش بقيت تخيط هن الوالدة. الوالدة كانت خياطة؟ آه. طيب عندها ماكينة؟ ولا ماكينة ولا اشي، بقى لي زي دشداشة صوب مالقي والسلام برضو لا فلينا ولا كلسون كمان. كمان؟ اه. بيوتك كانت بس كلها شعر، ما في كلها بيوت شعر. ما كان عندكم شيء للغنم مثلا؟ برقيات. برقيات. وبنفس الوقت البرقيات مين كان عامل لك اياها؟ مين كنت تجيب الزين كلها؟ بقينا نجيب تناك ونفتحهم ونسويها. هناك الزيت كل واحد يساوي لحاله. اه. خيلكم وين كنتوا حذوها يا حاج؟ خيل مع الناس. ما كانت؟ لا. طيب سكة الحنافة وين كنتوا تحسموها؟ والله سكة الحنافة لمنهم يجوا نور هناك. نعم. العربان. نعم. بجهزوها وبخلوها للشتوية. ما بروحوا منطقة ثانية. نعم. لما يجي هذاك هوب يعني كان نص عمر، لا بنسوي له عمر كامل. والسكاكين مين كان يدخلها؟ سكاكين؟ نعم. وش سكاكين؟ شو كنت تستخدم طيب؟
كيف تجي تقطعوا الخضره واللحمه وال... السبحانيه كيف؟ إيه؟ بقى اللي عندك خصه يروح يسويها على جره سنة على جره يعني يعني كان سنة هيك على الفخار بوابير كانت استخدمتها حج؟ لا الا بالهجره. طيب طاجك كانت نحاس؟ مين كان بيضرب فيها؟ بيجي طراش. يعني ما في ناس محددين؟ لا. طيب يعني وانت صغار شو كنتوا تلعبوا؟ شو بقى نلعب بجلور بنانير. بنانير؟ في غير بنانير استخدمتوا؟ بس البنانير. طابه ما طابه؟ هذيك ورا الفضاوه. ورا الفضاوه. طب الكبار في السن شو كانوا يلعبوا؟ بقوا يلعبوا السيجه. السيجه؟ بس السيجه عمي؟ بس. ما لعبوش صينيه؟ صينيه مش صحيحه. مش صحيحه. طيب يا عمي كان في عندكم حكواتي او حدا دجال او يزفع الربابه؟ لا. طب ال النور كانوا يجوا على القرية حسن؟ مملكة الراش. ايش كانوا يجوا؟ موسم القمح ولا وانت؟ كل المواسم يجي بوقت لهم ليلتين ثلاثة وبرحلوا بضلوا ماشيين بيبنوا ويهدوا ويرحلوا. طب كانوا يرقصوا النور نوريات؟ بقوا يرقصوا. يعطوهم الناس مصاري؟ بنطوهم. طيب يا عمي غير كان الرقص شو كان يعني؟ بس يجينا كسان اسبوعين شو كنتوا تعطوهم مصاري؟ يعني سهرة. كل واحد ومرقته. ومرقته. طيب كان يساوي اسنان ذهب كانوا؟ هذول اسنان الذهب عند الصاير. ما كانش النور يسووها؟ لا. طيب يا عمي في كان قريب منكم معالم تاريخيه معالم اثريه؟ لا اثريه ما في. طيب بسالك عن الثروه الزراعيه يا عمي. الثروه الزراعيه. شو كنت تزرعوا؟ كنت ازرع بندوره. بطيخ شمام. هذا الصيف. وهذا كله بعل ولا ثدي؟ لا بعل. بعل. بعل، ميه ما عندنا. طيب وحبوب زرعته؟ قمح وشعير. الذره زرعته سمسم؟ لا بس قمح وشعير. طيب القمح كان كميات تجاريه ولا انتفاع ذاتي فقط؟ ذاتي بس لكم يعني؟ مش للبيع؟ لا. والشعير كذلك؟ والشعير كذلك. طيب أشجار مثمرة زرعته يا عمي؟ تين، عنب، تفاح؟ هذول عند الأراضي اللي شرناها. نعم. في عنب وفي تين و... بس. وكان الاكتفاء ذاتي برضه يعني مش التجارة. طيب هاي الأشجار كانت تروى مياه و... بعل. بعل برضه؟ كله بعل. كله بعل. كله بعل. طيب و استخدمتوا الالات الحديثه في الزراعه ولا الاساليب القديمه؟ القديمه. على الدواب كنت تحرسوا؟ على الدواب. تحرسوا؟ تركضات؟ لا كلها عجمال. ولا حصادات؟ ولا حصادات اللي على اليد. طيب زيتون زرعتوا زيتون؟ لا. كنتوا تاكلوا زيتون وزيت؟ البلاد هذيك مش بلاد زيتون. بقينا نشرب سرايح. كنت تشتروا من وين؟ من أي قرية؟ نعم؟ من أي منطقة كنتوا تشتروا زيت زيتون؟ بقوا يجوا حمارة هناك. حمارة شو يعني حمارة؟ لا الله عزك عبهايم. زي الدواجين؟ دواجين. نعم. طيب بياد القرية وين كانت تجي بياد القرية حج؟ عندنا، كل واحد عنده.
كل واحد بيقدر عنده، كل واحد بيقدر عنده بأرضياته. طب بابور طحين وين كان؟ شيخ مونس. كنت تروح للشيخ مونس؟ على الشيخ مونس. تطحنوا عند الشيخ مونس؟ اه. ده كان مين صاحب المطحنة؟ لا. عمرك رحت هناك؟ رحت بس إني ما أعرفش مين يعني. عندي بابورين ثلاثة هناك في الشيخ مونس. أها. طيب وكان ياخذ منكم البابور؟ يا باخذ منك مصاري. أها. يا باخذ من الرد. طحين. طيب ما كان حد يجي من قرى المحيطة مثلا يشتري خضرتك ويشتري؟ لا. انت كنت تودوا خضرة ليافا؟ لا. الخضرة الوحيدة كنتوا تصدوها؟ احنا وغيرنا كليات عيافا. بس القمح ما كنتوا تصدروه؟ لا. لانه يا دوب يكفيكم. بس. طيب يا حاج. كنتوا تزرعوا بندورة وخيار، بندورة وبطيخ وشمام، شو أشياء ثانية خضرة زرعتوا يا حاج؟ بامية، باذنجان. بامية ما بقيناش نعرفها. ملوخية؟ ولا ملوخية، ملوخية بدها مي. نعم معروف. هذا كل يوم بعد هذا اللي بحكي لك عنه. طيب. الثروة الحيوانية يا عم. يعني مثل بقر. شو عندك كان؟ بقى عندنا ست سبع رؤوس بقر. هذا انتم؟ اه. بس بشكل عام كان في بقر عند كل الناس؟ كل الناس. كل عندهم بقر؟ كلياتهم. وغنم كان عندهم؟ لا. ولا واحد كان عنده غنم؟ طب شو معنى انه بس بقر عندكم يا حاج؟ لانهن اذا صرحوهن نعم بقول انهزيات، الغنم بده اطراد. يعني بده حدا يلحقه. نعم. آه. هذول بيصرحون لحالهم؟ اه. كان في مراعي حول القرية يعني؟ والله مراعي بسيطة. نعم. يعني عندك ست سبع رؤوس. نعم. تعمل لهن ألف من دارك. بتجيب حشيش من البيارات، بتجيب حشيش من الثنيات، يعني بتجيب لهن وتطحنهن. نعم. طيب دواب كان عندكم كثير دواب؟ ست رؤوس سبع رؤوس. لا هذا بقى. اه. الدواب. اه. في عندكم انت قلت لي غنم ما عندكم وخيل ما كان عندكم. وخيل ما عندنا. طيب دواب حمير كان عندكم كثير؟ عندنا وحده. مش انتم القريه كان في عندهم يعني؟ هذا كل واحد عنده. نعم. طيب كان في لكم اهتمام بالطيور؟ لا. دجاجه ودجاجه وحمار؟ دجاجه هذا طبيعي. نعم. كان بكثير يعني كميات كويسه دجاج ولا؟ والله ورا رقبتك انت. نعم. ورا رقبتك بتبنى. نعم. بس بتبنى الك الك للدار مش للتجارة. نعم. طيب خلايا نحل ما؟ لا. ما كان في الشجر لأنه في. لا. طيب يا عمي بدنا ننتقل لموضوع ثاني، أنت شو اشتغلت يا عمي في قبل ما تجي على الأردن؟ أو خلينا نقول قبل النكبة. ولا شيء. ما كنت تشتغل شيء؟ لا. لا تسرح ولا تزرع ولا؟ الزراعه هذيك معي الوالد بكون قايم فيها. طيب بدنا نسالك شو اشتغلت مع الوالد؟ بالحراث. يعني حرثت؟ اه. طيب وزرعت؟ وزرعت. البقر سرحت معه؟ لا. مين كان سارحه؟ اخوي. اخوي منك ولا زرع؟ اكبر. طيب اهل القريه وين اشتغلوا؟ او شو كانوا يشتغلوا؟ كانوا يشتغلوا كانوا بس هذا ايش بنعرفوش؟ الشغل برا ما بتعرفه؟ لا. طيب عمي بدي افهم منك عن املاك والدك. شو كان يملك من الارض والدك؟ 130 درهم. 130 درهم. صار فيهم جايات؟ انا بالعوجه. بالعوجه. طيب والحلال؟ الحلال شو كنت تملكوا منه؟ والدك شو كان يملك منه؟ سبع بقرات؟ البقر ست سبع رؤوس بقول غيرهم؟ بس شو حمير كان عندكم؟ عندنا بهيمه وعندنا جمل. تستخدموهم للنقل؟ اه الجمل للحراث وللنقل. نعم. وهذيك
لقاض الحاجة وللميات. طيب حاج، انتو كنتوا ساكنين في بيوت شعر؟ بيوت شعر. من ايش بتستعطوا بيوت شعر كانت؟ بروح يسر الشقة من يافا. نعم؟ بيسر الشقة من يافا. نعم. زي لفات الحصاير هذول. نعم. بيسرها من يافا. وصنعوا، انتوا صنعوا ولا هم صنعوا فيها الجهازات؟ لا هم بصنعوها وبجيبوها من هناك ملفوفة. نعم. وبخيط لها النسوان وبنصب البيت. نعم. طيب كل السكان كانوا على نفس ال، لا في ناس بقت تغزل. نعم. ويرزجوا الشقة لحالهم. واللي ما عندوش فضاوة بقى يروح يجيبها من يافا. نعم. حدا بنى بيوت قبل 48؟ نعم. حدا من قرايبك أو من أهلك بنى بيوت حجر قبل 48 قبل الهجرة؟ لا. أبدا. طيب عمي، عندك أوراق ثبوتية تثبت ملكيتك في الأرض؟ الأوراق مش عندنا أنا. نعم وين؟ الأوراق عند أخوي. طيب، تتذكر قلت لي قديش الأرض على مساحتها؟ 130 دونم. 130 دونم. هذه 130 دونم جايات عن الشرق الجزائري. مناطق مناطق. مش قطعة واحدة يعني؟ لا. أها. يعني 60 دونم لحال، 20 دونم لحال، 10 دونم لحال. لا 15 لحال مثلا. نعم. طيب يا عمي، مين كان في من المنطقة من العرب، ابو العرب الشباكي شيخ ازهري؟ لا بابوش علمه. نعم. يعني الختري اللي بقى يقرا الفاتحة يخلف عليه. طيب كان في مركز بوليس قريب من فش عنا مركز بوليس؟ ما في. الا مركز بوليس وين كان؟ برنانية بعد ترسيلي. يعني ما كنت تشتكوا عليه؟ لا مش عارفينه. طيب تتذكر عمر شفتوا هذا المركز؟ نعم. المركز هذا؟ عمر شفته؟ لا بس بنسمع فيه. طيب مين كان افراده؟ من وين؟ من وين كان افراده؟ من اليهود. يهود؟ يهود هذول. مركز البوليس؟ ما كانش انجليز فيه؟ يهود وانجليز مع بعضهم ما بنعلم عنهم. في عرب؟ لا ما كنت تعرف. الا عرب يكون قصاص يقص القطر. نعم. لو حد حكى لك عنه قديش طابق هو؟ لا. قائد المخفى سمعت باسمه؟ لا. كان في سجن يا حجي؟ لابد. بس انت ما بتعرف اذا كان فيها ولا. طيب حضرتك زرت مدن فلسطين قبل 48 وانت صغير؟ بس اللي يافا. قلت على يافا؟ بس. كيف يافا يا حاج؟ يافا مدينة. نعم. فيها اسواق، فيها اسواق، فيها كل من جميعهم. شو الاسواق اللي فيها مثلا؟ فيها اسواق خضرة يا حاج مثلا؟ هي اسواق الخضرة واسواق قماش واسواق حلال. نعم. واسواق سمك. نعم. من جميعه. الشط، شفتوا الشط؟ شط يافا؟ لا الشط ما رحنا عليه. يافا فيها سينما؟ نعم. سينما في يافا فيه؟ فيها بس ما رحت عليها. ما فت؟ لا. ولا مسرح؟ ولا مسرح. طيب شو عجبك بيافا؟ كل اشي فيها حلو. نعم. كل اشي فيها حلو، منظرها حلو. جوامعها حلوة؟ وجوامعها حلو. طيب لما رحت على يافا كيف رحت؟ مشي ولا بالسيارة باص؟ رحنا على الجمال، موعد الخضرة. جمال. نعم. مشي. طيب يا عمي، لما رحت على يافا رحت مع مين انت يا حاج؟ هو بنروح يا اخي ثلاثة أربعة مع بعضنا. شباب. شباب كل واحد معاه جمله. نعم. أنا مش مع والدك يعني؟ لا. وكانت روحتك بخصد انك تبيع البضاعة؟ احنا بنروح عند واحد وصينا على الختيار. انت لما رحت على يافا رحت كان بهدف انك تبيع؟
شو بيعجبتها؟ الخضرة الموجودة معانا. خضرة يعني؟ كان بندورة. نعم. أو بزة. أو من جميع الخضرة اللي عندنا. ها؟ بنوديها على الحسبة. طيب يا عمي، شهر رمضان الفضيل لما كان يهل، شو كنتوا تحضروا له؟ ولا حضروا له عشاء. قمر دين ما قمر دين. يعني الختيارية بابا يقول لك انه رمضان مش للاكل والشرب، للعبادة. نعم. يعني لما يكون عندك حلالك. نعم. لبنك موجود، رايبك موجود، حليبك موجود، خضرتك من عند ارضياتك موجودة. نعم. سمتك موجودة، شو بدك؟ رحمة الله موجودة. نعم. طب كانت الناس تأذن بعض في شهر رمضان يا حج؟ لا. ما في واحد؟ كل حمولة. نعم. ست سبع تنفار بكونوا نصبين بيوتهم لحالهم. نعم. بيجيبوا كولياتها الأكل في المضافة. بأكلوا بيستحمدوا الله وبقوموا يصلوا. نعم. طيب العيد يا عمي لما كان يعني يهل. بروحوا على الجوامع. جامع وين؟ شيخ ام الناس. بروحوا على شيخ ام الناس عشان صلوا صلاة العيد. طيب الناس يعني شو بعد شيخ ام الناس؟ بيسلموا على بعض، بيجوا بروح على ولاياهم مثلا. بيجوا وهم ماشيين، كل واحد بيجي على حماته، على بنته، على عمته. بيسلموا عليهم. بيسلم عليهم. بياخذوا معهم يشيلهم. هذا كل انسان ورا ظروف وقته. طيب انتوا كولاد صغار كانوا يعطوكوا عيدية؟ العثمان اول ابن المدرسه البقي يعطوه قرش، بقى طول النهر يرقص على القرش. طيب كان في حلويات معينه للعيد؟ لا، بقى يسوي شعريه. شعريه؟ شعريه. رز الحليب ما كانوا يعملوه؟ هذا البحته. نعم. كل وقت هذا بيسووه. طيب يا عمي شو بيختلف العيد الكبير عن العيد الصغير؟ هذا عيد حلويات وهذاك عيد ذبايح. نعم. طيب كانت الناس تذبح في ال ورا حالته. ورا حالته، حسب حالته يعني. ورا حالته طبعا. نعم. يعني بقوا في ناس يروحوا يشتروا ذبيحة اثنين مع بعضهم يقسموها من النص. نعم. على هوا حالته. نعم. الموجودة. طيب المولد انا وشريف كنت تحيوه يا حج؟ لا ما كنت تحيوه. لا. خميس البيض؟ خميس البيض هذا موجود. شو كنتوا تساووا؟ يجمعوا هالبضات كلياتهم ويفرقوهم ويلونوهن؟ اه. وتلعبوا فيهم انتوا صغار؟ لا لا نلعب فيهم ولا شيء. اها. شو تساووا لهم؟ ياكلوهن. ياكلوهن. النبي روبين كنت تزوروه يا حج؟ بس بعد اذنك اذا سمحت ناخذ استراحه ونتابع حديثنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابله مع الحاج عبد الله شفوي محسن الشوبكي، وهذا الجزء هو الجزء الثاني من هذه المقابله. حج، كنا نحكي عن مواسم النبي روبين والنبي صالح. حضرتك او والدك كنتوا تزوروا النبي صالح او مواسم النبي صالح او النبي روبين؟ نعرفهم بس ما بنزورهم. ما بنزورهم؟ نعم. رغم انهم قراب عليكم شوية. برضو كمان يعني هم قراب. الناس منتهية يعني مش. نعم. طيب حج، بدنا نحكي عن موضوع الزواج. لما كان واحد يتزوج وحدة كيف تتم عملية الطلبة والخطبة؟ كان معروف عندكم زمان انه مثلا الام او الاخت تروح تنقد العروس، ولا مثلا واحد يشوف واحده حلوه مثلا او جميله وتعجبه ويودي اهله عليها ويجيها؟ كمان الحمايل والعشاير ما بدهم مش كلها واحد. اها. ودي بالنسبه لكم؟ بالنسبه للعرب الرحل. نعم. احنا عرب رحلة. نعم. يعني سمعوا في عمان زلمة زين وعنده بنات بروحوا يطلبوا منه. نعم. عندهم اللي يشوفوها ولا ينقدوها. ابدا. بس. النقد مش موجود. لا. طيب الجاهة لما كانت تروح بالعادة كانت الجاهة تكون كبيرة ولا يعني بسيطة؟
يعني 6-7 أيام 10. يكون مين دائما تقريبا الشخص المعروف اللي بيكون كبير الحمولة؟ نعم. تتذكر يعني مين كان عندكم مثلا شخص مشهور معروف بانه هو يعني اللي بطلب البنات او يكون على رأس الجاهة؟ لا 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 لا, لا. نعم. مش عندنا الطريقة هاي. نعم. يعني لحمولته لأولاده ولأولاد أخوه بروحوا يمشوا، غيرهم ما بنعرفش. طيب يا عم، كل بلاد لها عشرة، كل بلاد لها سبيل. نعم. يعني قانون. اها. طيب تتذكر أو بتعرف المهور كم كانت قيمتها عمو؟ يعني حد أدنى حد أعلى؟ المهور بقت قليلة. نعم. يعني حلال ما حلال لا. مصاري ابو 100 ليرة 70 ليرة 60 ليرة. نعم. بس. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. القريب والغريب نفس المهر ولا بيختلف؟ انا بحكي لك عن القريب، الغريب بعلمش. ما نعم. لا. انا يحكي لان الدين عند الله. نعم. طيب عمي. على الاغلب لما تروح الجاهة بيكون في اتفاق مسبق بينهم مثلا ولا هي الجهة اول ما تروح بصير البت في الموضوع؟ اول شيء اول شيء الجهة اول سبيل يعني ما يروح يتبقوا مثلا اهل العريس مع روس؟ لا 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 على طول بورس تروح الجهة بتطلب. طيب عمي معروف ايش اسمه صندوق العروس كان عندكم؟ صندوق مثل صندوق فاتح تاني. نعم. بس تحط رضا فيها لا شنطة ولا خزانة. نعم. صندوق. صندوق. تتذكر شو هدم العروس كان؟ الجهاز تبعها، الناس بيقولوا جهاز ها؟ الجهاز يعني أواعي. غيره غيرك ما بعرف. ذهب كانوا يشتروا لها؟ لابد. لابد. أما قديش ما علمش. أنت تجوزت هون ولا هناك؟ لا جوزت أنا ب 56 تجوزت أنا. عظيم. طيب كان في شيء اسمه هدم العم وهدم الخال؟ يقولوا عند العشائر الكبيرة. اه. عبات الهم وعبات الخال وذبيحة الشباب وذبيحة كذا بعددوا لها ومددوا لها. احنا لا. عندكم ما كان موجود؟ لا. ولا شيء من هذا الموضوع؟ لا. ولا هدم العبد؟ ولا هدم العبد ولا العم ولا الخال. طيب يا عمي لما واحد يتزوج تتذكر تعليلته كم يوم؟ والله هذا بتيجي فانتازيه الشباب. في ناس 3 ايام، في ناس 4 ايام، في ناس بزدوها، خلصت اليوم بزدوها. طيب انتم بالذات يعني كم يوم كان يكون التعليل عندكم؟ يعني يومين 3 بس. طيب شو كنتوا تعملوا في التعليل؟ يعني دبكه سامر؟ دبكه وسامر وسحجه و... حدايه كنتوا تجيبوا حدايه؟ لا حداي من العرب، حداي من ابيها. كنتوا حدايين انتوا في حالكم حدايه؟ لا بكونوا مع جيراننا بيجوا من برا. اما نروح نجيب ناس لا. لا. طيب كان في حدا بيلعب على الشبابه معروف؟ كثير. تتذكر اسم حدا منهم؟ لا. اليرغول كان في اليرغول؟ بيجوا من برا معهم يرغيلهم وشباباتهم. اها. للصحراء. طيب كنتوا تعملوا مناسب في حج او ذبايح؟ ذبايح ومناسب على الغداء هذا. اه. طيب وكان يجوا عزايم؟ عزايم عزايم. نعم. كانوا نقطوا ولا ما كانوا نقطوا؟ النقوط بقى ماشي. مصاري ولا حلال؟ في حلال وفي رز وفي مصاري. يعني 3 انواع كان. اه. طيب العريس بيتحلى في الليل؟ لا عزمانة ولا. والعروس؟ العروس تحنى. تحنى. طيب العريس لما بده يزفوه يا حج بيتحمم عند حدا من اصحابه ولا عزايم؟ اه. وبعدين بيزفوه على فرس ولا يزفوه مشي؟ والله حوى المسافه. عم هو المسافه. العروس كيف تنزف كمان؟ بيجيبوه من عندها لعجمال. عجمال. بيعملوا هودج؟ هودج. كونكم قربان يعني. بتتنقط العروس يا حاج؟ ايام قبل؟ كل شيء بتنقط. كله بتنقط. كله بتنقط.
طب مين بيقود الجمل تبع العروس يا حج؟ ابوها، خالها، عمها؟ ابو العريس او اخو العريس او عم العريس. مش ابوها واخوها وعمها؟ لا لا، بس ابوها بيطلعها من البرزه وبركبها على الجمل. هي البرزه بتكون عندها ولا عند دار ابو العريس؟ كمان برزه هناك وبرزه هنا، بيكونوا عاملين برزتين. البرزه اللي هي مكان الدخول، يعني غرفة النوم باعتبار. كم يوم يضلوا في البرزه العريس والعروس؟ ثلاث ايام. بس ثلاث ايام. بعدين بيلتحق في اهله. بس بهد البيت وبالحب. طيب يا حج، كان في مقبره في القريه؟ او في وين كنت تقبروا؟ المقبره تدفنوا امواتكم يا حج؟ المقبره بعيده عنا حوالي اكثر من ساعه مشي. نعم. وين جاي هذه المقبره؟ بالعوجه. بالعوجه. بتروحوا تدفنوا موتاكم في العوجه؟ بالعوجه. قريب من النهر؟ بعيده كمان عن النهر. بعيده عن النهر. بعيده عن النهر. طيب لما كان حدا يتوفى حج، الكل بيشارك في الجنازة ولا بس الأقارب اللي يعني؟ والله هو العربانة بتكون موجودة في الساحة. يعني هو العربان. نعم. اللي بتكون موجودة في الساحة، وأول عزمان أول بقت الناس عندها مروءة مش زي اليوم. نعم. عندها مروءة، اللي بدي يبحث، اللي بدي يشيل، اللي بدي يمشي، اللي بده جاهز. طيب النساء كان يتبع عن الجنازة؟ لا، لا ما كان. لا. الحداد كم يوم كان عندكم زمان؟ يعني من 7 إلى 40 يوم. العزاء؟ العزاء 7 أيام. 7 أيام. طيب وين كانوا يعملوا العزاء يا حج عندكم مثلا؟ في البيت. في البيت تبعه، كل واحد في بيته. الناس بتعزمهم لأهل المتوفي؟ والله عهوى حالات الناس. نعم. يعني واحد لما يكون مشطوب كيف بدي يعزم؟ مش كل الناس مشطوبة. الزمان أول بقت كلها مشطوبة. نعم. ها كلها مشطوبة. يعني البرميل وقمحات بصرهن وبحطهن عنده وبروح يطحن وياكل منهن. نعم. طيب يا عم، هذا حج منكم يا حج على زمان اول ولا اليوم؟ على زمان اول. على زمان اول لا. ولا واحد؟ ولا عمر. ولا عمر؟ اذا ما حدش اكيد يعني ما في مصاري. كانت مكلفة ال نحن بنقول لك فش الناس بتكون مشطوبة. طيب يا عمي، بعد انك ناخذ استراحة ونتابع حديثنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج عبدالله شتاوي محسن الشوبكي، وهذا الجزء هو الجزء الثالث من هذه المقابلة. حاج، احنا نعرف انه انت كنت صغير في ثورة 36. نعم. حسب يعني مواليدك. بس يعني ما روى لك والدك عن ما صار، ما مثلا ما روى لك انه الانجليز عملوا طوق مثلا على منطقتكم مثلا؟ لا. حرقوا بيوت شعار؟ لا 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 ابدا ابدا. منطقتنا لا ابدا. طيب ما كانوا يقول لكم مثلا انه والله في ثوار وكنا نساعد الثوار مثلا؟ لا برضه لا. تمام. لا. طيب تعرضتوا لمناوشات او هجوم من العصابات الصهيونية الهجانة وشتيري؟ اول ابتداء هاي بال 48. بال 48؟ شو تعرضتوا يا عمي؟ يعني بقى هناك بقى تدريب لجيش الهجانة. بقى يطلع يتدربوا بالليل. نعم. يعني ما يعزوش حدا الا في الاخر صار يعز الناس. كنت تشوفوهم يا حاج؟ بالليل؟ نعم. بيش بيتدربوا، اسلحة ولا عصي؟ عصي. عصي. ما كنت تشوفوا معاهم سلاح؟ لا. طيب هذا ما كان يشكل لكم يعني تصور معين؟
بقت الناس غبية. غبية. تعطيك صراحة، كل الشعب العربي لليوم غبي. نعم. لليوم غبي. أبدا. تحسها طول إنه حط بفرت على جنبه أو شبرية أو موس كباس. هاي هي شغلتكم أنتم. هم يعني يتزاين بيها. زينة. آه. والعقل زينة برضو. العقل من عند الله اللي ركزه. صحيح. طيب يا حاج. صار بينكم خلال هذه الفترة يعني أنتم مثلا تعرضتوا شخصيا أو يعني خلينا نقول كعائلة تعرضتوا لأي هجوم مثلا بالأسلحة منهم؟ لا. نعم. طيب ما عرفتوا أنه في مخطط صهيوني بهذاك الزمن؟ الزمان هذا باقي خربوا لأنه رديت ما عنه. رديت ما في؟ رديت ما في. معروف. باقي خربوا الخطرية. نعم. أنه بده يصير تقسيم. آه. على فلسطين وبده يصيروا حكام مسيحي ويهودي وعربي. ومسلم. ومسلم والعرب المسلم. نعم. وفي عربي مسيحي برضه. واختلفوا عليه. اختلفوا عليه. انتوا شو كان ردة فعلكم لما سمعتوا في قرار التقسيم؟ لما سمعتوا في هذا التقسيم؟ اه. شو كان ردة فعل العرب عليه؟ العرب ناصبة. كلها ناصبة. نعم. يعني كلها 48. نعم. ما نجحتش على المضبوط الا بعديه وقت دير ياسين. سمعتوا فيها دير ياسين؟ اه. خوفتكم دير ياسين؟ هي بتيجي منه منه قبلي. منكو قبلي نعم. شايفين؟ خافوا كل العرب. اجمل الرحيل. طيب يا عم انتوا لما سمعتوا في دير ياسين يعني هذا اول شيء كيف سمعتوا فيها دير ياسين؟ من الناس اشاعات ولا جرايد ولا؟ لا جرايد ما في. في عندنا في المنطقة اللي احنا فيها فيها جرايد؟ ما في. راديات ما فيها. نعم. من وين سمعتوا طيب هذا الكلام؟ من الناس. من الناس؟ اه. طيب يا عمي انت لما شفتوا الناس اليهود قاعدين يتدربوا وسمعتوا في مذبحة دير ياسين هل هذا شكل عندكم يعني حافز انكم تشتروا اسلحة؟ شروا كل واحد باروده. شريتوا؟ شروا كل واحد باروده. طيب كيف شرتون يا حاج؟ دفعتوا مثلا كل واحد دفع اللي عليه ولا كل واحد اشترى بارود لحاله؟ كل واحد شرى بارود لحاله. نعم. وبقى عمي بقى يجيب الطحين من هاي من يافا. نعم. زي طحين الهبة هذا اللي بقدمه الملك عبدالله للناس مساعدة. ايوه بقى يجيب البشك يحطه بقلب الطحين. يهربوا لانه في نقط بريطانية محطوطة على الطريق. كان من يشوف الطحين بظل ماشي الطحين. مين عمك اللي كان يشتري شو اسمه؟ عمي محمد محسن شوبكي سجلته عندك. طيب هذا محمد محسن الشوبكي هو اللي كان يشتري الاسلحه؟ لا. كان يهرب الفشك؟ او بقى يهرب الفشك. بس الفشك؟ بس له لاخوانه. له لاخوانه. بس ما يجيب لناس. نعم. يعني يجيب ويحط عند اخوانه الذخيره. برافو. طيب يا حاج. البنادق منين اشتروها؟ اشتروها من الناس. ما هو في ناس بتكون سماسرة. نعم. بيسرقوا من بريطانيا وببيعوا. ببيعوا اسلحة. طيب تتذكر شو نوع الاسلحة اللي كانت موجودة مع عمامك ومع والدك؟ كلها صواري. صواري؟ صواري. انجليزية يعني؟ انجليزية. طيب يعني اللي اشتروها منهم اجوا على عليكم على منطقتكم؟ مرة بكله. أنا قصدي إنه واحد من أهلك راح مثلا على هذول المهربين أو اللي بيجيبوا أسلحة بيسرقوها من البريطانيين واشتراهم ولا أجوا لعندكم للمنطقة يبيعوك إياها؟ لا برا. راحوا جابوهم. مين اللي راح جايبهم وجهه؟ كل واحد يجيب واحد. كل واحد هو لحاله. قديش بندقية تقريبا كان عندكم؟ يعني 16 ليرة. ثمنها؟ 20 ليرة. 15 ليرة. تتذكر عدد البنادق يا حاج؟ ستة. ست بنادق. طيب صار مناوشات بينك وبين اليهود
قبل ما تصل على الأسلحة لكم مثلا؟ لا ما صار. طب لما امتلكتوا الأسلحة يا حج؟ لما امتلكوا الأسلحة رحلوا. مين دربهم عليهم؟ لحالهم دربوا؟ دربهم اللي جابها نفسه. آه. تتذكر مين جابها؟ لا ما تتذكر. طيب طيب انتم يعني مثلا ما بديتوا مثلا تستعدوا للدفاع عن المنطقة تاعتكم عن عرفكم؟ لا. طيب الأسلحة ليش اشتروها الحجاج؟ اشتروها مثلا يبشروا الناس. نعم خايفين. طيب يا حج ما فكرتوش كيف تنظموا حالكم او ينظموا حالهم الحجاج والد اخوانهم يدافعوا عن قريتهم؟ انا احكي لك المظبوط، على زمان اول بقى الواحد لما يلبس قميصه ما يعرفش ينظم حاله ومعيشته. طيب ما وصلوا حساب على قبل اليوم تلبس القميص اللي يكون قبته مقوية؟ ايه. طيب يا عمي ما كان في عندكم او جاكم جيش نظامي عربي؟ لا ما اجى. اجى بعد ما رحلنا. نعم. اجى جيش الكوخجي. الكوخجي. وجيش حسن سلامة. نعم. طيب هذول الجيوش امتى جاكم؟ باي سنة؟ بال 48. 48. وين اجوكم؟ كنتوا رايحين من منطقتكم؟ بعد النزحة. بعد النزحة. بعد الخط الثاني الأمامي. طيب ما اجاكم لاجئين يا حج انتم وانتم في المنطقة هاي؟ بعد النزحة؟ قبل النزحة وانتم قاعدين في أرضكم هاي اللي شرق جنوب. لا. ما اجاكم؟ لا. طيب انتم رحتوا فزعات لهالقرى المجاورة اللي تعرضت لهجوم من اليهود؟ الصهاينة؟ لا 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 مرحناش. ما صار عندكم يعني معناته اي شهداء او جرحى او من هذا الكلام؟ لا. طيب يا حج تتذكر انت طلعتوا من فلسطين من جليل او من شرق جليل؟ 48. باي شهر تتذكر يا حج؟ والله انا بتذكر لك على تصفير القمح والشعير. على تصفيره؟ اه. يعني لما صار اصفر؟ اه. طيب ما صار اي هجوم مباشر على منطقتك؟ لا. رحلتوا قبل ما حدا يهجم عليكم؟ ابدا. طيب وين رحلتوا يا حج؟ رحلنا على جلجوليا. جلجوليا؟ عزيق جلجوليا بتيجي على زيق قلقلي. نعم. طيب لما وصلتوا لجلجوليا اخذتوا كل حلالكم طبعا وفراشكم وبيوتكم الشعر؟ شو عنده يا زلمه بيت الشعر؟ مو جمل بشيله. اخذتوا كل شيء انت معه؟ كل شيء. وحلالكم معاكم بقركم؟ اه عندنا ست وسبع وصفر. نعم. طيب لامتى استمرتوا في جلجوليا؟ صار في هجوم على جلجوليا بعد هيك؟ ما هو اللي شرت الناس بقت الواحد يخاف من خياله. نعم. بالمشاكل. نعم. تقول تبين حسن سلامة بيجوا عليك هنا عندك أكم شاب؟ نعم. عندي ثلاثة أربعة، شو أسميهم؟ فلان وفلان وفلان. المغرب بنجيك كانوا مشان يقوموا يحرصوا برا. قالوا لك الخطيري أوف احنا شردني من هناك. لأولادنا أخوي بتكتلوا وبدي مكتلهم هنا والجيش ينام وأولادنا يحرصوا عليه. قاموا رحلوا. وين؟ رحلنا على المجدل. مجدل يابا؟ مجدل الصادق؟ مجدل الصادق. نعم. العزيز كفر قاسم. نعم. كمان صارت هناك مناوشات بين القرية وبين اليهود. ايوه. قمنا رحلنا. نعم. بقى يلاقينا الجيش العربي. انتو خول انتو خول. مليحة. قمنا رحلنا. وين؟ ها؟ وين رحلتوا هالمرة حتى؟ جينا عطوباس. عطوباس؟
أطباس. نعم. لما جيتوا أطباس لا في لا في حر ولا في شر. ولا في شيء، بس وين؟ نعم. البقرات بعناها. نعم. ما ضلش عندنا غير الجمل والبهيم. في ايش؟ في المية. المية اللي قالنا الجيش هذا بقينا نشتري بخمس قروش. نعم. وبعدين التجينا لمخيم الفارعة. لمخيم الفارعة. اه. وبعد مخيم الفارعة هودنا على الغوار نشتغل. طيب يا عمي. خلال فترة الرحيل هاي. اه. كنت تلقوا يعني من الناس تعاون يساعدوكوا؟ لا. لا 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 لا. لا يساعدوك ولا يعطوكوا اكل ولا يعطوكوا شرب؟ ولا يعطوك شيء، اذا ما رقت عن بلد بدك تشرب تاخذ قلن مية بقول لك القلن بخمس قروش. احنا قليل يصير فينا. لا والله من هون. طيب يا عمي. اول مخيم سكنت فيه وين؟ مخيم الفارع. مخيم الفارع. اه. على منطقتكم ما رجعتوا بالمرة ولا استللتوا ولا اشي. طيب وانتوا طيب اثناء رحله اللجوء هذه اللي من جلجوليا لمجد اليابا لطوباس ما كان اليهود يعني يكونوا يتعرضوكم في الطريق؟ وين انت وين اليهود؟ من المجدل. نعم. لطوباس وين انت وين اليهود؟ بدك سياره. طيب طيب انت سكنت في اول مخيم اللي هو مخيم الفارعه. اول مخيم مخيم الفارعه. طيب هذا المخيم شو كان مبني؟ من ايش كان مبني؟ بيوت خيم. سلموكوا خيمه ولا اكثر؟ خيمه. لكل عيله خيمه. طيب شو في اشياء ثانيه اعطوكوا اياها يا عمي؟ ولا شيء. بقج مثلا ملابس؟ هذه قداس الملابس. غطى طيب بطانيات حرامات؟ تيجي المساعدات باكلوها الجماعه عبد الله كب ونطوق. وبطوك الخربان. اعطوك خربان او صار اعطوك ها؟ ايوه. طيب مؤن انت سجلوك في كرت اعطوك كرت مؤن سجلت وكالة الغوث؟ معانا كرت مؤن. طيب كانوا يوزعوا لكم مؤن؟ اه بقي يوزعوا مؤن. طيب المخيم كان كبير يا عمي؟ والله معقل يعني زي المخيم هذا. زي المخيم هذا. او اقل شويه. اه. طيب كيف كان شوارع المخيم؟ شوارع فوضى. فوضى. بالشتاء كيف كانت تكون؟ وحل؟ لأن محسن صبح الجبل ما فيش فيها وحل. أقل يعني آه. ما. يعني سيارة ما تخشش. أها. لأنه صخر. عظيم. طج من هنا، طج من هنا، تطلعش. أها. طيب مدارس كان في المخيم يا حاج؟ اه مدارس. مدارس رفع. كيف؟ مدارس منظمه. مبنيه بناء عادي ولا؟ لا خيام كبيره. آه هنديات. هنديه نعم. تتذكر من كان يدرس فيها هذه المدرسه؟ والله بنعرف اللي المدير تبع محمد ندى. محمد ندى. خلفيه ما بقيناش نروح لا على اساسيه ولا على شيء. بدنا ايش هي نروح لاخواني او لاولاد اخواني او لاولادنا بقينا نروح على المدير لانه ما بتروح الا على الاداره. مظبوط. وبعد الاداره هو بحل لك المشكله. نعم. او بدك تسال اولادك او بتجيها ما بيعطيك الاشياء اللي بدك اياها. نعم. طيب عمي غير المدرسه كان في عياده في المخيم؟ عيادة للوكالة كان في؟ عيادة بقى التلفانة. ايش فيها طبيب؟ طبيب كذاب. تتذكر اسم الطبيب؟ لا. نعم. نعم. طيب غير العيادة مثلا في كان مركز توزيع مؤن؟ اه في. هذاك مبني بنا. بنا. اها. بنا رسمي هذاك. نعم. بس مع الاسف مالوش كهرباء.
ما عليه كهرباء؟ لا، كل المخيم ما عندوش كهرباء. طيب ما صارش مثلا امراض ساريه، امراض معديه في المخيم؟ يعني زي التفايد، زي لا 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 كوليرا؟ لا 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 ما صار. لا. طيب يا عمي، بعد شو كنت تشتغل انت في هذه الفتره لما كنت في المخيم؟ والله بقينا نهود على الغور نشتغل. شو تشتغلوا؟ بالزراعه؟ ها؟ بالزراعه؟ زراعه ما بقت ولا زراعه، وما بقاش حد ينقينا زراعه، لانه بقى العامل اللي تحطيه بحطك على كتفه بقى بحصل قروش. نعم. نعم. شو كنت تشتغل عاد عمي على الغور؟ بقينا نبحث سوس. سوس؟ اه. يعني قصدك اساس. سوس من البنباع في السوق العدان هذولا. اه. بقينا نبحث ونبيع كيلو قرشين. سوس. طيب يا عمي، لأيمتى ظليتوا في مخيم الفارعة؟ لل 67. طيب من 48 ل 67 ظلت بيوتكم خيم ولا عمرتوا؟ بعناها. بعتوا الخيم؟ بعناها بيوت الشعر. الخيم. اه. المخيم ظلوا خيم ولا عمروا لكم شيء؟ لا عمرونا. شو عمروا لكم الوكالة؟ عمروا لنا دار 5×5. بطون؟ لا، احجار وطين. احجار وطين. اه، ومن فوق حطوا لها سبس. سبس، نعم. اه. كانت كافية الغرفة ولا أنتم كمان أضفتوا عليها غرف ثانية؟ لا والله كافية. اها. لأنه ما إلى خيرها. كان في حمامات يا عمي؟ في. مراحيض يعني؟ اه. عامة ولا خاصة كانت؟ في عامة وفي خاصة. حنفيات مي كان فيه؟ فيه. صحة يرحمكم الله. الحنفيات كيف كانت يا عمي؟ موزعة الحارات. كل حارة لها حنفية؟ كل حارة لها 6-7 حنفيات. مشهورة يعني وعليها حنفية. طيب يا عمي، بعد 67 وين حضرتك جيت؟ أو رحت؟ عوادي اليابس. عوادي اليابس. ومن وادي اليابس صار المخيم هذا. نعم. التجينا للمخيم. المخيم هذا صار في هذا الموقع من أول ما إجا ولا؟ لا، أنا حطه بسيده. وبعدين راحوا بالعجاج غادي. عند النعيمة. أيوه. نعم. وبعد النعيمة أجي عند المشحمة هذه. الشارع الرئيسي، نعم. الشارع الرئيسي، فوق وشي تحت. نعم. أيوه. وبعدين صرحوا جاي الناس. تأسسوا بهذه. من هذاك اليوم هذا اليوم أنت في هذا المخيم. احنا في هذا الموقع. طيب هذا المخيم لما جيتوه كان مبني ولا خيم؟ لا، انت هذا مطر خيمتك. طيب اعطوك خيمه بالاول. خيام. جينا من الغور بالخيام. نعم. يجي عاد ليش نهايه كذابه عدم المؤاخذه. نعم. سجلك كم نفر؟ سجلتك كم نفر؟ بقول لك بكره بدك ترحل تحط خيمتك هاد، عشان بدنا نيجي نعمل لك اساس للغرفه هذه. ها؟ نعم. بيجي بصبوها وبحطوا لك شويه زينكو عليها وبسلموك اياها. غرف زينكو؟ زينكو. سقفها زينكو برضه؟ زينكو. اي نعم. هي عندي. نعم. يعني منها حمام، منها مضافه، منها نوم، منها مطبخ. يا سلام. ثلاثة ثلاثة. عظيم. ما زلت عليك هي موجودة عندي. معروفة يا حاج. موجودة. ما زالت موجودة. ها. أيوة يا حاج. ها. كل المخيم كان زينكو بعد هيك ولا؟ كله. زينكو. كله. سبست، عملوا سبست. سبست. عملوا يمكن بعد 10-12 سنة أو 15. نعم. يعني قصدي انا بيوت اخرى في المخيم في سبست كان؟ لا. اه. لا لا لا. كله زينكو.
طرقة واحدة طرقوه طرقة واحدة زينكم. نعم. بلوك اثنين بلوك ثلاثة كله بلوك واحد كله كله زينكم. وبعدين صارت المطلعة بلوك أربعة عمي شو كان؟ بقى فاضي فاضي. بقت المصلحة المتحشي ما عملوش سبست أحمر فيه بلوك أربعة؟ سبست زي الكرتون. نعم أحمر. نعم. وبقت الناس المتعشية. نعم. ومديرية المخيم من حينة الله ما خلقها دنيئة. نعم. والمساعد تبعه دني وغيره دني. نعم. 24 ليرة 30 ليرة هو بقول لك قيم هاي وابنيها لبن وحط عليها زينكم. نعم. طيب مشت النمرة هاي مشت الثانية بدنا نصب بطون لا ممنوع هاي 50 ليرة نصب. نعم. المتعشي هو الأكل العالم وقليل فينا هذا. أنا بقول قليل فينا أنا هذا بدنا أكثر من هيك. لا نستاهل يعني أكثر. طيب يا عمي شو قدموا لكم في المخيم غير البراكيات؟ الشوارع كيف كانت في المخيم؟ زي ما هي. كانت في لبس في الطين؟ ايوه. في الشتاء؟ اذا ما عندك الجزمة تقدرش تخش تقدرش تمشي في المخيم. مدارس كان فيها عمي؟ مدارس صارت قبل 10-12 سنة المدارس هذولا. نعم. بقينا ضلكها مش نحوات. نعم. طيب مؤن كانوا يقدموا لكم في المخيم هذا؟ المؤن بقت ماشي عودوا قطعوها. بطلوا يعطوكم مؤن. معكرت المؤن بس تروح تتعالج عليه. كان في مركز صحة في المخيم. تتعالجوا فيه يا حاج؟ كنتوا ما زلتوا تتعالجوا فيه؟ لحد الآن. كويس مركز الصحة؟ برضو ما نقدرش نذمه. ليش ساعة بضل مركز الصحة يا حاج تقريبا؟ ساعة سنتين بس. طيب قدموا لكم الوكالة أشياء أخرى غير هذه مثلا بطانيات خيام آسف غطاء فرشات؟ قلت لك بنطيك الأشياء اللي ها. هون في هذا المخيم أعطوك ايش؟ هذا المخيم أجا وراح. مطعم للأولاد الصغار كان موجود في المخيم؟ بقى موجود وراح. طيب شو رأيك يعني في خدمات الوكالة؟ هل أنك شعرها قاعد تتقلص ولا يعني ولها في زي ما هي؟ يعني تنظيم الوكالة؟ الوكالة كان عطائها أكثر من هذه الأيام قبل؟ لا. حسب تعطي أحسن؟ ولا تنطي أحسن ولا شيء. لا يعني زمان كانت تعطيكم مثلا مؤن كان في مطعم للأولاد وفي حمام للاستحمام حسب ما أنا عارف كانت تقدموا قرطاسية للأطفال. الآن هاي الأشياء موجودة ولا مش موجودة؟ من 15 سنة انفقدت هاي. يعني تراجعت وكالة الغوث عن طيب يا عمي رجعت على يافا وعلى على قريتك وعلى كذا بعد 48 عمي؟ بعد 48 لا ما زرتها بتاتا؟ ابدا. ما حد زارها من معارفك من اصحابك من اقاربك منطقتكم في فلسطين؟ قولي بزور بزور منطقتي ما بروح يافا. نعم. بروح بتفقد ارضياتي وبتفقد حجرها على ارضياتكم يا عمي؟ لا من حملتنا لا ما حدا خرفك عنها بعد 48؟ لا 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 لا. طيب يا عمي قرايبك او اهلك او اهل خريتك لهم جمعية الان؟ شو جمعية؟ جمعية او رابطة او ديوان خاص في عرب الشوابكه؟ لا ما في. لا. طيب عمي قرار الامم المتحدة 194 سمعت فيه؟ لا ما سمعت فيه. لا. طيب شو اذا توفرت لك فرصة للعودة لبلدك ولأرضك
ترجع يا عمي؟ عاوز. ابدا عاوز. طيب لو اني باني قصر كمان عاوز. الله يبارك فيك يا عمي. طيب اذا صح لك العوده واسترداد كل ممتلكاتك وضمان حقك كمواطن. نعم هون يعني. لا هناك. في ظل الحكم الاسرائيلي بترجع ولا ما بترجع؟ تحت الحكم الاسرائيلي. ارجع. طيب عم في شيء بيعوضك في الدنيا عن فلسطين او عن خريطتك او عن ارضك؟ بيعوضني ربي. لا لو عوضوك اي شيء ثاني مثلا. لا. قالوا لك هاي ارضيات هون، هاي قصر، هاي شو اسمه؟ لا. ابدا. كمان لا. طيب عمي انا وزملائي واصدقائي في المشروع بنشكرك على جهدك معنا وعلى وقتك الثمين، وان شاء الله ان ربنا يمد بعمرك باذن الله تعالى. الله يجيرك ربنا. شكرا لك.